السلام عليكم مرحبا بكم معي من جديد كنتمنى تكونوا جميع بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو نبداو بالصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اليوم غادي نشارك معكم هالطبق الطبق الرائع الصراحه صورته من شحال هذه واليوم عاد كتاب لي انني نحطه في القناه مكرونه السيده زينب جربتها صراحه عجبتني جاني هذا الطبق ديال لي او المكرونه جاني آه تماما كبحال الاطباق الاسيوية الناس اللي عليهم المذاق اللي تيكون مزيج ما بين الحلاوة والحموضة هذا هو المذاق اللي موجود في هذا الطبق والبصله كتجي رائعه كيجي فيها واحد المذاق رائع اللي عمره ما جرب البصله بهذه الطريقه اللي غنشارك معها في هذا الفيديو يجربوا آه لي بات بطريقه مغايره ولكن راه كيجيو لكن كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره كيجيو رائعين في المذاق انا الصراحه شخصيا عجبوني وغادي نبقى نجربهم بهذه الطريقه ما عليكم غير تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير وتشوفوا الطريقه راه سهله توجدوهم في دقائق معدوده عندي هنايا هي الطريقه فيها سباغيتي وفيها هاد المكرونه هادي صغيره انتو انتم على حساب اللي موجود عندكم انا موجوده عندي هادي في البيت ديالي درت الماء حتى طاب مزيان شويه ديال الزيت ديروا فيه ورقه ديال سيدنا موسى شويه ديال الملح وديروا لي بات ديالكم يتسلقوا المرحله الثانيه هي غادي نجد معكم البصله هاد الطريقه باش غنوجد معكم البسطيله اللي كتعطي واحد الفرق كبير في المذاق ديال لي بات خديت بصله بيضه وقطعتها طرونش يمكن لكم ديروها مربعات كبار لانها غادي تقلى وديروا شويه ديال الزيت يمكن لكم ديروا الزيت كثير باش طيبو فيه او ديرو الزيت هي القياس كيما درت انا وبقيت كنحرك حتى خدات اللون الذهبي غادي نحيدها من المقله ونفس المقله كيف ما كتشوفوا معايا بقى فيها شويه ديال الزيت لا كثرتوه نقصوا منه غادي نضيف ليه معلقه كبيره ديال السكر سنيده وغادي نقص عليها البوطه ونخليها حتى تاخد اللون الذهبي وغادي نجد معكم هنايا الصوص اللي عنده مطيشه موجوده يمكن لي حكه او خذوا المعدي ديال لي بات خديت واحد جوج مغرفات وضفت ليهم معلقه كبيره ديال صوص طوماط غادي نحركهم مزيان وضيفوا معكم شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه هنايا كيف ما كتشوفوا معايا السنيده راه كتاخذ اللون الذهبي خليوها حتى تولي بحال كنصايبوا الكراميل هي في الزيت وكتاخذ اللون الذهبي هاد المرحله هذه بعد شويه وجهكم على المقله لانه ملي كتكبوا الصوص راه كيبدا كتبدا كيبدا كتطلع دوك الفقاعات شويه كيقيسوا الوجه يعني بعد وجهكم واحد شويه وضيفوا هنايا البصله من بعد ما ضفت الصوص على الزيت آه وعلى السنيده اللي ولات على شكل كراميلي ضفت آه لهم ضفت لهم البصله اللي انا قليت وغادي نحركهم ونخليهم هنايا حتى يندمجوا تماما وتسل هذيك الصوص مع آه مع ديك البصيله كيعطي هنا واحد المذاق رائع من بعد ما طابت لي لي باس وصفيتها غادي نضيفها في نفس نفس الجميله او نفس المقله اللي نتوما درتو فيها اه كاسرونه ولا اي حاجه درتو فيها الصوص نفسها ديرو فوق منها لي وحركوها بهالطريقة الطريقه هذه من التحت لفوق باش ما تعجنش لكم لي كيف ما قلت لكم يمكن لكم ديروا سباكيتي على حساب الوصفه ديال السيده زينب فيها سباغيتي وفيها هذا المكرونه انا درت فقط اللي موجود عندي في البيت الصراحه كتجي رائعه غادي نبقى نحركها وهنايا راه النار مهيله وغادي نخليها حتى تشرب هذيك الصوص راه كتجي معلكه الصراحه هي مغايره ماشي بحال لي بات اللي هما فين كنصايبو كتجي فيها واحد التعليكه رائعه وكيجي فيها واحد المذاق مغاير هذيك البصله اللي مقلية كتعطي واحد الكو يعني مغاير تماما لي بات اللي موالفين كنصايبو هذا هو الشكل النهائي يمكن لكم اللي زين عليهم الاطباق الاسيويه يمكن لهم يزيدوا الصويا صوص يمكن لهم يزيدوا زنجلان هكا من الفوق كيبقى لكم الاختيار لكن انا شاركت معكم الطبق طبق كيف ما يعني جربوه بزاف ديال الناس عطاو الراي ديالهم حتى انا عطيت الراي ديالي في الطبق الصراحه عجبني كيف ما قلت لكم الناس اللي عليهم مذاق ما بين الحموضه والحلاوه هذا هو الطبق ديالهم واللي عليهم الجود ديال البصله مقلي راه في هذا الطبق كيجي فيه واحد المذاق مغاير ومشي بحال لي بات اللي هما كنصايبو يعني مذاق آه في شكل اخر كنتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم حتى لهنا تاع الفيديو ديالي وكنقول لكم دمتم في رعايه الله ان شاء الله فيديو جديد على قناه مطبخ ام ايمان